للمزيد حول الانتهاكات الصهيونية في كل من الضفة والقدس المحتلتين وتزايدها في الفترة الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي. أهلا بك سيد ماهر. بداية، عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بقيادة أحد كبار الحاخامات، بما تفسر تزايد وتيرة اقتحام المستوطنين باحات الأقصى في الفترة الأخيرة؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. لا شك يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. هو يحاول أن يستغل الظرف الدولي اليوم في ظل أزمة كورونا وانشغال العالم بهذه الأزمة ليواصل سياسة التهويد وسياسة الاستيطان في القدس والضفة الغربية، ويواصل انتهاكاته بحق أبناء شعبنا. هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك هي تأتي في إطار هذه السياسة الإسرائيلية التهويدية والاستيطانية، وأيضا يحاول هذا يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي وهذه الاقتحامات تتم تحت إشراف الشرطة الإسرائيلية وبدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستفراد في المسجد الأقصى المبارك وأيضا سياسة التهويد. بالإضافة أن الانتهاكات يعني هي متواصلة، ليس فقط اليوم في الاقتحامات وإنما أيضا في هدم المنازل كما تحدثتم في التقرير. نعم سيد ماهر، يبدو أننا تجاوزنا خطة الاحتلال في التغيير المكاني والزماني للمسجد الأقصى كما تعلم. السؤال هنا، هل يتحرك الاحتلال الصهيوني حاليا في خطة تنفيذ ما يسمى صفقة القرن حسب اعتقادكم؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي هو فعلا كما قلت هو يستغل الظرف الدولي اليوم في العمل على بسط سيطرته وايضا احتلال المزيد من الاراضي الفلسطينيه وتهويد القدس وهدم المنازل واستهداف حقوق شعبنا الفلسطيني. والقرار الاسرائيلي الذي يعني اتخذه الاحتلال اتخذته حكومه بنيامين نتنياهو المتعلق بضم المزيد من الاراضي في الضفه الغربيه المحتله وضم الاغوار الاردنيه هو يحوي ضمن اطار صفقه القرن الامريكيه ودعم من يعني الدعم اللامحدود من الاداره الامريكيه والرئيس ترامب لهذا الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يستغل كل هذه الظروف ليحقق المزيد من المكاسب والتي هي أساسا تأتي ضمن إطار صفقة القرن. قرار الضم الإسرائيلي قرار خطير، هو يحاول أن يحتل بقية الأراضي الفلسطينية، ولذلك هو اليوم يقوم بعمليات الهدم وأيضا بعمليات القتل. أيضا هو بالأمس يعني ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة بحق أحد الشبان الفلسطينيين الشهيد أحمد عريقات عندما قتله امبارح بالأمس بدم بارد على احد حواجز الاحتلال في الضفه الغربيه المحتله. هي جريمه تضاف الى سلسله جرائم لهذا الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني. نعم سيد ماهر، الان الا ترى ان هدم قوات الاحتلال الصهيوني منزلين لفلسطينيين وسط الضفه الغربيه، الا ترى انه تحد صارخ لتصريحات بعض الدول العربيه وحتى امريكا التي لم تعطي بعد الضوء الاخضر لخطه نتنياهو بضم اجزاء من الضفه؟ يعني كما قلت فعلا يعني هذا الاحتلال الاسرائيلي رغم يعني هناك مواقف كثيره عربيه وايضا مواقف اوروبيه رافضه لقرار الضم الاسرائيلي الذي اعتبروه انه هو تدمير لحل الدولتين، لكن هذا الاحتلال الاسرائيلي كما قلت يستغل الظرف ويحاول ان يبسط سيطرته. يعني عندما يقوم بالامس او اليوم بعمليات هدم للمنازل في النقب المحتل هو يحاول ان يضرب يعني او تهجير يعمل على تهجير اكثر من 250 الف فلسطيني يعيشون في النقب في مناطق النقب المحتله، وبالتالي هي سياسه استيطانيه، سياسه تهويديه يواصل هذا الاحتلال هذه السياسه، بل ترتفع هذه السياسه وتيرتها مستغلا الازمه الدوليه ل يعني احتلال المزيد من الارض الفلسطينيه، تهجير الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الانتهاكات، وايضا نظام التمييز العنصري الابرتايد الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا في الداخل. بالحديث عن تحديات الاحتلال للامه سيد ماهر، بما تصف هدم الشرطه الصهيونيه الشاهد الذي يوثق تبرع تركيا بتمويل المقبره اليوسفيه في مدينه القدس المحتله؟ نعم يعني هذا الاحتلال الاسرائيلي يرفض اي شكل من اشكال الدعم العربي والاسلامي للقضيه الفلسطينيه، هو يحاول ان يبعد كل من يريد ان يدعم القضيه الفلسطينيه. تركيا لها مواقف يعني داعمه للقضيه الفلسطينيه والحق الفلسطيني، وهنا نتذكر اسطول الحريه الذي جاء الى قطاع غزه، وايضا توتر العلاقات بعد المجزره التي يعني ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق سفينه اسطول الحريه التي كانت متجهه الى قطاع غزه في عام 2010. وبالتالي هذا الاحتلال يعني لا يحب ان يكون هناك من يدعم القضيه الفلسطينيه وقف الى جانب الشعب الفلسطيني، فهو يحاول ان يدمر اي كل من يريد ان يدعم القضيه الفلسطينيه ويدعم شعبنا الفلسطيني. لكن نحن كشعب فلسطيني لدينا ثقة بأمتنا وأيضا أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم،
بان ان يقفوا الى جانب شعبنا الفلسطيني وان يستمروا في دعم الشعب الفلسطيني تواجه هذا الاحتلال. في سؤالي الاخير اليك سيد ماهر حجازي، كيف سيلقي هذا الاجراء بظلاله على العلاقات التركيه مع الاحتلال الصهيوني؟ وهذه العلاقات كما تعلم هي مضطربه بالاساس. يعني لا شك هذا هو عباره عن استفزاز صراحه للدوله التركيه، وانا اعتقد يعني في ظل توتر العلاقات رغم وجود يعني سفارات بين بين تركيا والكيان الاسرائيلي، لكن هذا عمل استفزازي، والشعب التركي يعني وايضا الحكومه التركيه يعني لن ترضى بهذا الموقف الذي هو عباره عن استفزاز لتركيا، وطالما الاحتلال الاسرائيلي يعني لا يلتزم باي اتفاقيات او باي معاهدات، وهو دائما يعني يستفز الطرف التركي وكما قلت في يعني المجزره التي ارتكبها بحق اسطول الحريه. من امستردام كنت معنا عبر الهاتف المتحدث باسم حمله مواجهه قانون القوميه الاسرائيليه الاستاذ ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك.